السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمر إلى التمرين 30 صفحة 99 لنحو النظمة S واحد. إذا هنا عندنا فيها X زائد Y، X زائد Y، X ناقص Y، X ناقص Y. إذا هنا وكاين هاد الأعداد الجذرية غنحاول نتخلص منهم هما الأولى. مثلا هنا 2 على 3، باش نحيد 3 غادي نضرب في 3، هنا في 3 وهنا في 3. وهنا خصني باش نحيد 5 نضرب في 5 هنا، 5 هنا، 5 هنا. وكنكون ضربت في 3 وضربت في 5، يعني في الأصل غنكون ضربت في 15. إذا غادي نديرها منذ اللحظة الأولى، غنضرب في 15، يعني غندير 15 في 2 على 3 هي 15 في 2 على 3 عامل إكس زائد إيكغيك ناقص 15 في 3 على 5 عامل إكس ناقص إيكغيك زائد 15 في 1 تساوي 0. بنفس الطريقة هنايا خصني نضرب في 4 هنا، وباش نحيد 3 نضرب في 3، يعني غنضرب في 4 ونضرب في 3، وبالتالي غنكون ضربت في 12. إذا غندير 12 في 1 على 4 عامل إكس زائد إيكغيك ناقص 12 في 2 على 3 عامل إكس ناقص إيكغيك ناقص 12 تساوي 0. إذا هنا 15 هي 5 في 3، غادي نختزل 3 مع 3 وغادي تبقى لي. إذا غنديرها في المرحلة الموالية 30. إذا 15 في 2 هي 30 على 3، إكس زائد إيكغيك ناقص 15 في 3 هي 45 على 5 عامل إكس ناقص إيكغيك زائد 15 تساوي 0. هنا 12 في 1 هي 12 على 4 عامل إكس إيكغيك ناقص، هنا 12 في 2 هي 24 على 3 عامل إكس ناقص إيكغيك ناقص 12 تساوي 0. إذا هتبقى هنايا 30 على 3 هي 10 عامل إكس زائد ناقص 45 على 5 هي 9 عامل إكس ناقص إيكغيك، وهنا 15 تساوي 0. هنا عندي 12 على 4 هي 3 عامل إكس زائد إيكغيك ناقص 24 على 3 هي 8 عامل إكس ناقص إيكغيك ناقص 12 تساوي 0. إذا هنا غنحاول ننشر 10 إكس زائد 10 إيكغيك ناقص 9 إكس زائد 9 إيكغيك زائد 15 تساوي 0. هنا غنشر 3 إكس زائد 3 إيكغيك ناقص 8 إكس ناقص ناقص زائد 8 إيكغيك زائد عفوا ناقص 12 تساوي 0. إذن هنا غادي نحاول نحسب 10 إكس مع ناقص 9 إكس هي إكس، 10 إيكغيك مع 9 إيكغيك تعطيني 19 إيكغيك زائد 15 تساوي 0. هنا نحسب 3 إكس مع ناقص 8 إكس هي ناقص 5 إكس، 3 إيكغيك مع 8 إيكغيك هي 8 عفوا 11 إيكغيك. ناقص 12 تساوي 0. الآن غنحاول نكتب إكس بدالة إيكغيك في المعادلة واحد. لنكتب غندير التعويض إكس بدلالة إيكغيك في المعادلة، مثلا معادلة غادي نكتبوها إكس زائد 19 إيكغيك زائد 15 تساوي 0. إذا إكس يساوي هي ناقص 19 إيكغيك ناقص 15 إيكغيك. المرحلة الموالية التعويض، لنعوض إكس ب ناقص 19 إيكغيك ناقص 15 في المعادلة الثانية اللي هي ناقص 5 إكس زائد 11 إيكغيك ناقص 12 تساوي 0. إذا ناقص 5 في إكس هي ناقص 19 إيكغيك ناقص 15 زائد 11 إيكغيك ناقص 12 تساوي 0. إذا هنا غندير نحاول ندير النشر. إذا 5 في 19 هي 195
19 هي 95، إذن زائد 95 إيكغيك، خمس ناقص خمسة في ناقص في زائد تعطينا زائد، إذا هنا تعطينا 75 زائد 11 إيكغيك ناقص 12 تساوي صفر. إذا هنا غادي نحسب 95 زائد 11 هي 106 إيكغيك. هنا 75 زائد ناقص 12 هي 63 تساوي صفر. إذا هنا 106 إيكغيك تساوي ناقص 63، ومنه إيكغيك تساوي ناقص 63 على 106. 106. الآن غادي نمرو لاستخراج إكس كم يساوي. الآن لنعوض إكس بالعدد ناقص 63، عفوا إيكغيك بالعدد ناقص 63 على 106 في المعادلة، نأخذ المعادلة اللي سهلة فيها إكس، هي هذه إكس تساوي ناقص 19 إيكغيك ناقص 15. إذن إكس يساوي ناقص 19 في ناقص 63 على 106 ناقص 15 تساوي زائد 19 في 63 على 106 ناقص 15. إكس تساوي 19 في 63 ناقص 15 في 106 على 106. سوف أستعمل الآلة الحاسبة. تسعة عشر في 63 ناقص 15 في 106 تساوي ناقص 393 على 106. وبالتالي حل النظمة إس واحد هو الزوج، لأن هنا هو الزوج إكس يساوي ناقص 393 على 106 و إيكغيك تساوي ناقص 63 على 106. نمر إلى النظمة الموالية إس اثنان. لنحل النظمة S اثنان، جذر اثنان x زائد ثلاثة جذر y، جذر ثلاثة جذر اثنان y زائد سبعة جذر اثنان تساوي صفر، وهنا x ناقص y ناقص اثنان تساوي صفر. إذا باش نحصلو هنا غادي نحاولو نحصلو على جذر اثنان في x، غنضرب كل شيء في جذر اثنان. إذا هنا جذر اثنان x زائد ثلاثة جذر اثنان إيكغيك زائد سبعة جذر اثنان تساوي صفر. هنا غنضرب كل شيء في جذر اثنان، تولي جذر اثنان إكس ناقص جذر اثنان إيكغيك ناقص اثنان جذر اثنان تساوي صفر. الآن غنحاول ندير المعادلة الأولى ناقص المعادلة الثانية. الآن كاين نفس العدد هنا، جذر اثنان إكس جذر اثنان إكس، إذن هذا كامل ناقص هذا إيكغيك زائد سبعة جذر اثنان ناقص هذا التعبير اثنان إكس جذر اثنان إكس ناقص عفوا جذر اثنان إيكغيك ناقص اثنان جذر اثنان تساوي صفر. إذن هنا غنحاول نشر اثنان زائد ثلاثة جذر اثنان إيكغيك زائد سبعة جذر اثنان
ناقص جذر 2x زائد جذر 2y زائد 2 جذر 2 تساوي 0. إذا غنحيد جذر 2x مع جذر 2x، وغنحسب 3 جذر 2y مع جذر 2y هي 4 جذر 2y زائد هنا 7 جذر 2 زائد 2 جذر 2 هي 9 جذر 2 تساوي، وبالتالي 4 جذر 2x تساوي ناقص 9 جذر 2. إذا هنا y تساوي ناقص 9 جذر 2 على 4 جذر 2. y تساوي، نحيد هذه مع هذه، أتبقى ناقص 9 على 4. الآن لنعوض y ب ناقص 9 على 4 في المعادلة، المعادلة الثانية هي الأسهل. إذن x ناقص y ناقص 2 تساوي 0، فأحصل على ما يلي: x ناقص ناقص 9 على 4 ناقص 2 تساوي 0، أي أن x زائد 9 على 4 ناقص 2 تساوي 0، ومنه x تساوي 2، نرجع لنا تولي ناقص تولي زائد، وزائد تولي ناقص 9 على 4. محلول المقام 8 ناقص 9 على 4 تساوي ناقص 1 على 4، ومنه حل النظمة S2 هو الزوج x يساوي ناقص 1 على 4 y يساوي ناقص 9 على 4. نمشيو للنظمة الموالية رقم 3. جذر 2 إكس زائد 2 إيكغيك زائد 1 جذر 7 إكس زائد 14 جذر 14 إيكغيك زائد 2 تساوي 0. إذا هنا غادي نحاولو نعملو في هاد الطرف هذا، نعملو بجذر 7، وهنا غنعملو بجذر 2. إذا هنا تولينا جذر 2 إكس زائد هنا جذر 2 في جذر 2 هي 2 إيكغيك زائد 1. إذا هاد 2 كتبناها على شكل جذر 2 في جذر 2. هنا جذر 7 إكس، هنا هاد 14 هي جذر 2 في جذر 7 إيكغيك زائد 2 تساوي 0. إذا الفوق غنعمل بجذر 2 عامل إكس زائد جذر 2 إيكغيك زائد 1 تساوي 0. إذا هنا غنعمل بجذر 7، تبقى لهنا إكس زائد جذر 2 إيكغيك زائد 2 تساوي 0. إذا هنا نحاول نخلي غير جذر إيك، هنا في جذر الفوق في جذر 2، هنا غنرجع هاد واحد للطرف الآخر تولي ناقص 1، وهنا بنفس الطريقة جذر 7 عامل إكس زائد 2 تساوي هاد جوج نرجع عليه تولي ناقص 2. الآن هنا غنقسم الطرفين على جذر 2 باش غتمشي هاد جذر 2، وهنا نقسم على جذر 7، وبالتالي غنحصل غير على x زائد جذر 2 y تساوي ناقص 1 على جذر 2، وهنا x زائد جذر 2 y تساوي ناقص 2 على، إذا قسمت على جذر 7 هنا، جذر 7 هنا غتمشي جذر 7 تولينا جذر 7. هذه ممكن نكتبها هي ناقص 1 على 2، وهذه ممكن نكتبها ناقص جذر ديال 4 على 7. إذا كما كتلاحظوا هنا نفس المعادلة، x زائد جذر 2 y x زائد جذر 2 y، وحصلنا على عددين مختلفين. بما أن هذا العدد هذا ناقص 1 على جذر 2، هذا يخالف لا يساوي يخالف ناقص 2 على جذر 7، فإن هذه النظمة ليس لها حل. شكرا على حسن المتابعة.